بخطوة ثابتة تسير وسام من أجل تحقيق أحلامها وأهدافها. عشقها للغة الإنجليزية دفعها لتعلمها، بل وصلت حتى لتعليم وتدريب الطلاب على إتقانها. بديت نكون من روحي في اللغة الإنجليزية بطريقتي أنا، ما كنتش نعتمد على المناهج الدراسية ولا المناهج الأكاديمية، كنت نبحث، نحمل تطبيقات اللغة الإنجليزية، كنت نقرأ كتب باللغة الإنجليزية، نحوس على مصطلحات جديدة، أي حاجة تفيد اللغة الإنجليزية شغل من ناحية الممارسة كنت نتطرق ليها. رغم الصعوبات التي واجهت وسام في البداية، إلا أنها راودت حلمها، ولا زالت ابنة 23 سنة تطمح للمزيد. الناس ما حش تقبلك لأنك صغير السن، لما تحكي معهم لأول مرة يقول لك أنت لحد دربني، ومن بعد لما يجي يمارس ويجي يحضر عندك يتيقن أنه مهما كان العمر ديالك ولا السن ديالك، هذا ما راحش يكون عائق بالنسبة للمهارات اللي عندك أنت اللي قادر تقدمها. من بين يعني طموحاتي أنه نتوسع في مجال تدريب اللغة الإنجليزية، وأنه إن شاء الله يكون عندي مركز خاص باللغات. كانت لازم تقرا وهمت وتحقق النجاح تاعها، كان لازم عليها تقرا وتحفظ وتتعب باش تحقق اللي حققت اليوم. بساطة وسهولة في التعاطي مع اللغة الإنجليزية باستخدام أحدث المنهجيات في التلقين. ميس وسام تقدمت لنا اللغة الإنجليزية بشكل ممتاز، اللي خلتنا نستوعب اللغة الإنجليزية اللي كنا نحتاج بصعوبة. هي من بين الأمثلة الحية لشابة جزائرية مبادرة طموحة في مجتمعها، والذي خدمته بطريقتها الخاصة.